كان عندنا حرف الاس. هذا السيارة بتنفجر عليها صدقوني، انفجارة مو بصاحية مع الوجه المعوق هذا. اوف، ابغى اعرف متى نبدأ مهمة السرقة. معليش السيارة هذه ما بتمشي، خلاص ناخذ السيارة ابو كلب هذه وناخذ السيارة حقتنا الفلة. اخس حركة بدل ما يكسر القزاز ولا شيء على طول. خش يا حبيبي وازرف. طب انا ذي الحين اتوقع انه ما هجي مهمات الا لما نخلص مهمات ليستر العادية، يعني خلنا نخلص الاساسينيشن حقت ليستر هذه وبعدها نتفاهم. فيا حتى مهمة الاساسينيشن هذه ابو كلبي يا رجل، سيري سيري تخلص. بعدين الاس حقت خوي مايكل اللي هو المخرج هذا ما ادري شو الزبدة. هدي اعصابك. ايه كفو شنب. فايه الزبدة، خلنا نروح لليستر. ليستر ليستر مستر ليستر ليستر. اوكي وير ار يو مستر ليستر؟ وي وانت تو دو يور اساسينيشن with the assassin. بس ايوه ما بغينا نجيب العيد ولا شيء. اوكي لتس نسحب جلنت. ايه يا لد، ايه يا شنب، ايه يا الاشنب الشنبات. اوكي اهلا هيا الله العيال. معليش لسقعتك لكن. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay. زبدة Vapid اللي هي شركة فورد في اللعبة طبعا. يبانا نقتل رئيسها. What the f... أي. دود. ليستر خلك واقعي. طيب أبشر يلا. فا أو الرئيس الجديد أتوقع. على حسب ما فهمت بالسيارة ذي هي ما احنا قتلين احد. يقول انه دائما يروح للشغل بالباص معين، يعني ما ادري طريق معين او باص معين ايا كان الزبدة انه ما يكون على باص ايا كان اللي فطس هذا. معليش انا اسف خلاص ادق بواري. هذا من شركة Vapid او الفورد. خوينا يقول لك نصيحة لا تشتري شيء لما تقتل الكابتن هذا عشان بيطيح سوقهم فبتصير اسعار رخيصة تعرفون يعني شغل مزبوط. اوكي اتوقع ان سوق الباص نعم الحماس. اي نسوق الباص ولا نركب في الباص؟ ما ادري. اهلا. اوكي ناخذ الباص بعدين نوقف عند محطة الباصات على اساس انه احنا السواقين يعني. معليش بغيت اشيل وجهه، تعرف انا اسوق باص يعني شي حماسي شويتين. طاطاط اوووط. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. Okay. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile. Ooh. ينعم الخرشة. يقول يا أخي أمس أخذ مني 3 ساعات عشان أمشي بس نص ميل. إيش؟ إيش؟ والله وإنك قاعد في الصين يا حبيبي. التاكسي تراني باص. كي كلنا خدمة المجتمع بس. برضو يعني تراني شيء عملاق. Damn,
يقول هل بتقتلكم يا شباب لو بس ابتسمتم؟ يعني ارجوكم ابتسموا يعني. والله يا لفة الباص هذه سقيمة. طيب يقول حنا متأخرين يلد. اركب اركب يا ما ادري ايش اسمك امها. بدري. طيب معليش اسف خلاص لا تقعد تسوي لي فلة. يقول ايش صار على السواق القديم؟ السواق القديم فطس وانا اخوك فدبر وضعك. هاي هاي صب جلنط. على اساس انه السواق القديم اصلا نعرفه يا رجل. السواق القديم لا نعرفه ولا قربنا جنبه. Well, you're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Bear hike. Forget about it. Spendthrifts. اهلا. اهلا. يلعن ام السحبه. يلعن ام السحبه. Hey, I thought you needed a ride, homie. Why you bimp? Attention passengers. Please hold on to your fucking seats. بس يا شيخ والله قتلة محترمة. والله قتلة يا شيخ المحترمة. ممكن التاكسي لو سمحت يعني. اوكي ليف ذا اريا. بس يعطيك العافية. عطها الدزة الخنفشارية يلد. اي كفو. اتوقع شردنا من الشرطة. والله يا ليت التاكسي عنده شيء يعني زي الشرطة زي يعني شيء زي سيفتي كذا خاص بالتاكسي بس على خفيف ما يكون سيفتي مزعج. ما احنا ناقصين عاد. تخيل تكاسي بسفاتي مزعاج يا شيخ. اي بس يكون كذا يعني سيفتي نقول لك ترى انا تاكسي مو دائرة حكومية خاصة بال اهلا اسعاف ما في خليكم تمرون. اوكي انذبح راعي مش كويس. ايه طيب ذا الحين مين عندنا؟ اوكي عندنا حرف ال مرة ثالثة. شكلهم بيكروفو امنا بحرف ال هذا. اوكي خل نروح له ما احنا خسرانين شيء. مهمات رايقة شويتين ما بغينا نشمح في وجه باص ولا شيء. اوكي حرف ال حرف ال. واو مش مزبن هناك. حلو انه يعني حاطين الشيء هذا من حق التاكسيات اللي هو انك تقبل وظيفة حق التاكسي يعني يمديك توصل الناس وحركات زي كذا تاخذ فلوس يعني عشان تسوي نفسك المواطن الصالح المرة ما يسوي جرائم اللي مرة اصلا مو سارق التاكسي. تخيل مواطن صالح بس هو بس سارق تاكسي تصدقون ابد. ها مرة اوكي حتى التاكسي مو بحقه. حبيبي اي طيب وات يما الفصل يا ليستر ليش يعني تودينا هنا؟ اهلا It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Bonelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Bonelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Okay, قول انه خوينا
بزنس مان الزبدة انه قاعد في نص المدينة. ما ادري ايش ضربت كيت فلت زبدة انه كيف المراقب لخوينا ذا رجل الاعمال دبس علينا. فخوينا هيكون عارف رجل الاعمال هيكون عارف انه في هجمة جايته، فيكون مدرع وابد اموره في السليم وهكذا. فعشان كذا حط لي المهمة ذي كانت توجم محل اسلحة، عشان قال لي يعني اذا تبغى سلاح شيء ما اتوقع انا عندي اسلحة بما فيه الكفاية. ايوه ابد المصعد هذا ما طلعنا فيه من كم يوم ولا شيء. ابد. طيب قلت ذا روف توب اقدر ادبر وضعي واطلع الروف توب، بس هل اقدر اني ابعد يعني اني اقدر اطلع الروف توب؟ والله تأكد يعني. يلا السلام عليكم. خذ لك خذ لك لفة يا حبيبي على الموقع. اوكي توقع مصعد وينه؟ يا هذا المصعد وينه؟ اح قبعنا قبعة العرب. المصعد هنا. ايوه يعطيك العافية. اهلا. اما ذبحوني والله مسرع. والله مرة لما تكون تسوق ما تنتبه للهيلث، مرة ما تنتبه للهيلث بعد. اصلا ما تشوف انهم يطلقون عليك يعني، مرة ما تحس. فا يا خلني اطلع العلوم من ذا الحين. او ايه عندي فكرة. الناس بالسيارة الكويسة هذي. يا ور سيارة مو ور شجرة وانا اخوك. سنايبر. الباص انقذك يا فلة. طيب خبف. اوكي وير از انزو؟ اين انزو؟ اين فراري انزو؟ اهلا. هذه ما انفجرت ما شاء الله، شو مدرع ذي يا حبيبي. اوكي هذه قال ان في واحد هنا. اي الله واحد ابوي احسه زابن زبنة العرب. في واحد فوق هنا. اوكي اقلع اللي قاعد يطلق علي ذا ثر امي. اوكي خذ لك يا حيوان. بس اوكي يلا 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 قدمنا 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 قدمنا. عطه 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 هي شنب. اوكي في احد هنا. حول على جرنيد لانشر. خذ لك يا حبيبي. بس كذا يا شيخ. He will put you out of business. في واحد هنا قدامي كيف؟ يمكن الناحية الثانية مثلا. واحد وراي واحد قدامي، ايش اسوي؟ اوكي خلنا نزبن هنا. يا ولد اللي وراي هذا ابتر امي. حيوان.
نروح اتفاهم معه. مات فطس شيء جميل. اوه خلني اعبي هيلث شويتين. نرمي هذا جرنيد لانشر. فطس كويس. يلا نروح للمصعد. وين المصعد؟ مصعدكم الخربان هذا. ايش كم مره الاولى رحت له بس انه صعب انك تخش له، في ناس يطلقون عليك مره صعب بعد. يا اوكي اكتيفيت مصعد. يس اطلع الدار اللي فوق يا حبيبي. شوف خوينا ينتظرنا فوق ولا كيف؟ المفروض يعني سلم عليه كذا نقول له كيف الحال طيبين يا ود كيف الامور معك. اسمع انه الجو فوق رايق. اهلا. ليتني كنت خذيت درع لانه مره مفيد. هذا ما في احد هنا. بس يا شيخ سموت يا شيخ. في حد هنا؟ خذ لك. نحن لا نلعب هنا. اين بنيلي؟ واو واو واو. اي نيد جرنيد. خذ لك. فجر. خبف. الله اختفى يا حبيبي. بس بقى حد. واو واو واو. وين الحيوان هذا؟ خذ يا حيوان. اوكي فطس. بس خذ لك خذ لك. فيها تفطس تو. هنروح بالمصعد مرة ثانية. مصعدين يعم الفصلة. والله انتم زحفين يا اخي. هذا العمارة تحت الانشاء او البرج هذا تحت الانشاء ايا كان. والله ما شاء الله سريع المصعد. شوف كيف طلعنا. والله ما امزح خلاص ما صار سريع. وش ذا الميت؟ اسبن اسبن اسبن. طلع طلع اللانشر طلع اللانشر. هذول ما تأدبون الا باللانشر. اي اقلع ابليس يا شيخ. شي يقهر. كنت بطلق طلقه واحده وبطير راسهم. طيب بس يا شيخ كذا اخر عني. الهليكوبتر اتوقع راحت صح؟ طيب انا عندي هليكوبتر. هليكوبتر باراشوت لان ابى انقص من المبنى. ف اذا عندي هليكوبتر هليكوبتر باراشوت يمديني اطب. فشكله هذا باراشوت اتوقع. يا هذا برشوت. وي السلام عليكم. واو اوكي نهبط قدام مبنى اتوقع الاف بي اي هذا. واو خذ لك. ما بغينا نموت ولا شيء على اخر شيء. طيب يا ليستر ترى قتلنا الناس. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin.
اوكي خلاص خلصنا كل العلوم الخاصة بالاساسينيشن. ف ما هيطلب منا اساسينيشن مرة ثانية. فيا ما بقي الا حقة مايكل او يا مايكل حقة المخرج وبس. نشوف حقة المخرج سولومان ايش يبغى. سولومان يا سولومان ايش تبغى يا سولومان؟ ايوه انت يا سولومان. الا وصلنا لسولومان؟ لا وصلنا لبيت فرانكلين مايكل عفوا يا اخوي. خلاص درين عندك تلفزيون وقطب وحركات. ف يلا 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 سيارتي المقطبة. شكرا يا جيمي شكرا على التقطيب يا جيمي. عطه 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 وخر 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 ينعم الفصلة. هذا اللامبورغيني حقتي ذيك المرة موقف في نص الشارع. لا قطب كذا ترى عادي ما حد يقول لي شيء. ترى الشارع شارع ابوي حرفيا. شلي موقف نص الشارع ما اتحركها. او قاعد ديف يا ميد جود اي سيف يو اجين ديفي اجين. سو وات ار يو غانا دو فور مي اباوت هيمز ذا ريست اوف ذا اف اي بي ذا اي 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 اند ايفري ون ايلس ها. هيستوريز ريتن باي ذا ليفينج اوكي. وي كان بين موست اوف ات اون ايجنت سانشيز. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Meriwether. Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve? He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. كذبت انهم قاعدين يقولون ان تريفر هو المشكلة. ف شكلهم غصب اللي يبون يقتلون تريفر. اهلا ايوه وي هاد ا ديل وي هاد بيبر وورك. هاي فوك اوف جوني. هاي يو ا كابل ريل باد اسز وود ا بيت داون اون ان اولد مان. وي دونت تيك ذات وي هاف ا ديل وذ ذم جست اباوت بليز. Get those millennial ass wipes. Pleasure. The fuck what? Hey, here's an old man who might hit back. Okay. لازم نقتل اثنين هذول الوسخين. ما أدري أحس هو الشايب الوسخ أصلاً لأنه معليش الشايب يعني الناس كلهم يدورونه معليش. ما بقي أحد اللي يدور هذا الشايب. يعني ممثلين هجيم منه. زرفنا سيارة من عنده يعني بس يلا يلا خلنا نلحق هذول. ما ادري ليش عطاني رنجة الحق فيهم. هم ما ادري ايش سيارتهم بعد شكلها صاروخية اما اني شايفهم. يبغالي قرنيت. لا لا مو كذا ما اتفقنا ننقلب. والله فجرنا بس ما فجرناهم. انا كنت اتوقع انه في قنبله من القنابل اللي تو لصقت فيهم فللاسف ما في وحده. خذ لك ولا واحدة جات فيهم معليش. شلي يا كابتن ايش شلي يا كابتن. اوكي مشكلة طريقة الرمي سقيمة. اوكي دز 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 يا شنب دز دز. اي باص ابو كلب ابو خش يمين يخش يسار خش يسار يخش يمين. شوف يا ليل هذا اما انه يوم حظه يا اما انه الاشياء هذه مقصوده تصير فيني. مره باص مره تريلا مره بس السواق مات. ايوه بس يعطيك العافيه. مت انت الثاني بس عشان نتاكد يعني تعرفون.
يا وش الصياح ذا يا اخوي؟ ش اجل انت. شكرا. واو واو واو. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. The rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. اوكي خوينا يبغانا نشيك على استوديو. نقول له لا ما احنا فاضيين. I got a lot on my plate right now. Maybe some other time. اوكي طيب سلكنا له بلاد اوف روكو. طيب نروح مره ثانيه للاستوديو يعني غصب غصب الا تروح لسليمان هذا. يا اخي مشكله انه مهماته سقيمه ما تحسها مرتبطه بالقصه. يعني في ناس كذا حشرين مهماتهم ما تحسها مرتبطه بالقصه بس لازم تخلصها عشان يعني تستمر في القصه. ف وهذا منهم هذا وليستر. يعني ليستر اساسينيشن لتو ما لها دخل بالقصه فجاه كذا لازم تسويها بس عشان يعني يقال لك تتبع الروتين.